أكد الرائد مثنى جياد أن القوات الأمنية تقدمت لاستعادة مناطق البوهوى والبوحصي، وأضاف جياد لقناة الفلوجة أن هذه العملية تعد المرحلة الأولى في عملية تطويق الفلوجة تحضيراً لاقتحامها. شرعت قواتنا الأمنية في ساعات الصباح المبكر من هذا اليوم بتنفيذ عملية أمنية لتحرير مناطق البهوة والحصي، حيث تم التقدم وإنجاز الهدف المقصود بالكامل بأقل خسائر بشرية من قبل قواتنا الأمنية، وتم تكبيد عصابات داعش الإرهابية خسائر فادحة. وتعتبر هذه العملية هي الصفحة الأولى في عملية تطويق مدينة الفلوجة تحضيرا لاقتحامها من قبل قطعاتنا الأمنية.